صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بأن الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين، هو ما استلزم جهودا متواصلة تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر وبمساندة أمريكية جادة. وأوضح أنه في سياق هذه الهدنة وصلت مصر جهودها المكثفة على مدار الساعة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وساهم في إرسال هذه المساعدات التي قدمت مصر نحو 70% منها عشرات من الدول والمنظمات والهيئات الإنسانية والسياسية بعدد 239 رحلة جوية وصلت إلى مصر منذ 21 من شهر أكتوبر الماضي.